مساء الخير عزيزي المشاهد، واهلا ومرحبا فيكم مره ثانيه. جد لقانا معاكم من خلال شاشه قناه الكود، نتواصل معاكم ومع مشاركاتكم على الارقام اللي راح تظهر عندكم الان على الشاشه، او الاخوان اللي قاعد يتواصلون ويانا عن طريق التويتر او عن طريق اللايف في الانستغرام. نرحب بكم مره ثانيه، وبدايه نقول كل عام والكويت بخير، وعسى ان شاء الله دوم هذه البلد بامن وامان، ويحفظ القياده السياسيه ويحفظ الشعب الكويتي قاطبة. اليوم نحتفل والكويت كلها تحتفل، مقيمين ومواطنين وكل من تواجد على هذه الأرض الطيبة، وكل الخليج الكويتي، كل الخليج العربي يتواصل معنا باحتفالات الكويت لمناسبتين عزيزة على الوطن العربي، وتحديدا على الكويتيين اللي هم دائما يفرحون بهذا الفرح. وطبعا بتواصل المجتمع الكويتي مع كل الدول العربية نشوف التهنئة والتبريكات من أخواننا وأهلنا في الخليج العربي ومن الدول العربية، وهذا شيء ما هو غريب على هذه المجتمعات، ولا هو شيء غريب بأن نشوف اليوم هذا الترحيب وهذا التواصل من الجميع. عسى الله يدوم المحبة وإن شاء الله يدوم الكلام. نبي نتكلم بداية على 56 عام على استقلال دولة الكويت في 25 فبراير. هذا عيد الاستقلال اللي هو عيد الكويت، والآن احنا 56 سنة الكويت مستقلة اليوم، فدائما الكويتيين يحتفلون بهذا اليوم في 25 فبراير. يوم 26 هو ذكرى مرور 26 عام على تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الصدامي الغاشم. هذه الذكرتين اللي متواجدتين يكون في تاريخين مختلفين بينهم يوم واحد، 25 فبراير كان عيد استقلال الكويت، و26 عيد التحرير من الغزو العراقي الصدامي سنة 91. في سنة 91، وهذا هو التاريخ واللي لازم نعلم أجيال وأجيال 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 وأجيال. قبل لا أبدأ الحلقة، الكثير ثم الكثير، وهذا كنا نتكلم فيه من قبل، بأن لابد أن لا يطرح هذا الموضوع، أو لا يناقش هذا الموضوع، أو لا تتكلمون في هذا الموضوع، أو لا تفتحون هذا الباب، وهذا باب اتسكر وانطوى. احنا نقول ان هذا تاريخ، وهذا التاريخ ما له علاقة، في اي علاقة حميمية ما بيننا وما بين الاخوان والشعب العراقي، هذا ما له علاقة. احنا نتكلم عن نظام في سنة 91 دخل على الكويت وغزا الكويت في تاريخ 2/8/91، 2/8/90 الشعب الكويتي قام الصبح على غزاة متواجدين داخل هذه البلد، بلد اللي نعرف عنه بطيبته وطيبة أهله وكرم أهله والود اللي بينه وبين أهله والروح اللي كانت موجودة، قام انصعق، شاف الوضع اللي هو ما يدري شنو هو، صج كذب، حلم مو حلم، شو اللي صار، شنو الأحداث اللي صارت، شنو الأمر اللي صار. وبدأت الأحداث وسلسلة هذه الأحداث. لابد اليوم الأجيال تعرف، اليوم أي بلد في العالم، أي بلد في العالم، أنا البارحة كان في نقاش، كنا قاعد نتكلم على الانستغرام لايف وتناقشنا في هذا الموضوع. الإخوان في مصر، الإخوان في مصر نقدم لهم التحية، إلى الآن إلى الآن عندهم يوم، يوم الشرطة، إلى الآن عندهم يوم أكتوبر يحتفلون، جزء من تاريخ اليوم، ما يقدر اليوم يتكلم اليوم هذا اليوم. احنا اليوم لما نحتفل في 25 فبراير، هل هو ان ما عندنا علاقة مع بريطانيا لان احنا استغلينا؟ مو كلام هذا، هذا ما له علاقة.
أنا أتمنى من الناس أن يكون هناك وعي شوية في هذا الأمر. إحنا اليوم نتكلم على تاريخ وهذا تاريخ موجود ما نقدر نمسحه. ولنفترض افتراضية بأن اليوم نقول ما تكلمنا على هذا الأمر، طيب هل يعقل اليوم أكو واحد من الأسرة اللي كانوا في سنة 90 كان أسير، هل يعقل أن ينسى هذا الموضوع؟ مش ممكن ينسى هذا الموضوع. هل اليوم الناس اللي كانت عايشة داخل الكويت وشافت الوضع والظلم اللي كان موجود في السبعة أشهر اللي كانوا عايشين فيه الكويت ينسونه؟ الناس اللي تمرمرت برا الكويت وعاشت في الغربة وبرا الكويت وتمرمرت وراحت وكانوا الإخوان في دول الخليج مشكورين، الإخوان في السعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان وكل الدول اللي افتحوا بيبانهم على مصراعيه ينسون؟ ما يصير انساه، ما اقدر انساه. ابطال في المقاومة كانوا متواجدين وضحوا في ارواحهم ونمسكوا وطلعوا وانحاشوا ينسون؟ بنات الكويت اللي طلعوا مسيرات بالشوارع منهم اللي انطقت ومنهم اللي صار وما صار عشان الارض وعشان البلد ينسون؟ الشهداء اللي لهم مكانة خاصة في قلب كل كويتي، وعندي كلام كبير مع الشهداء، هذه الشهداء هل اليوم نيجي نقول حق عوائلهم انسوا خلاص ما لنا داعي 26 سنة توفى وراح؟ لا، اقدر اقول لا. اليوم لما اسأل بنت اقول لها انتي تقول يبا انا والله ترى يتيمة، ليش يتيمة؟ انا ابوي شهيد. اقول لا تقولين شهيد، قولي ابوي توفى. ما يصير، هذا تاريخ ما يروح، يبقى ابد الابدين، يتوارثه جيل ورا جيل. وانا اسألكم بالله، اكو صورة حق كل كويتي وانا اكو كويتي يشيلها من ذاكرته ينسى؟ اكو واحد فيكم اليوم لو انا سألته سؤال وقلت له الامير الراحل رحمة الله عليه الشيخ جابر لما رجع الكويت، ما اكمل الجزئية، ما اكمل، اكو واحد بالكويت مو حافظ هذه اللقطة؟ اكو واحد بديهيا يكملها، بديهيا الذاكره تروح مع اللقطه اللي راح تشوفها الحين، بديهيا راح تشوف. عطني الفيديو. الكويتيين الذين وقفوا وقفة رجل واحد
وخاصة الكويتيين الذين بقوا تمسكوا في أرضهم ولم يتركوها مع العذاب ومع الإهانة ومع القتل الذي عملوا به من قبل المحتل الغاشم. ونحمد الله، نحمد الله كثيرا على إعادة بلدنا إلى أصحابها ورجعت الكويت الكويتيين، وسنحفظ هذا التحرير الذي قام به أشقاء لنا وخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج والإخوة في مصر وسوريا والدول الإسلامية الأخرى والدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على ما قامت به من جهد وبذلت من إمكانيات في سبيل إعادة الحق إلى نصابه، والله الحمد. تجدون سعادة في وجوه الكويتيين عندما رجعت الشرعية إلى رحمك الله يا أمير القلوب، رحمة الله عليك يا شيخ جابر. وإحنا اليوم هذا الكلام اللي قاله أمير القلوب بعد رجوع الكويت قبل 26 سنة، وذاك ظلت ذاكرة في كل راس اليوم وفي كل قلب كويتي. تذكر هذه اللقطة اللي أنا عرضت لكم إياها اليوم، تعالوا أنت وانسوا هذا الموضوع. لا ما ننسى هذا الموضوع، لا ما ننسى. ليش اليوم ما تبون العالم اليوم نحتفل؟ نعم، وبعدين وين المشكلة؟ وين المشكلة للعالم؟ كل واحد فيكم ياي يقول لي لا تقول غزو ولا تقول مش عارف. لا لا أنا أقول غزو، كل الصحافة العالمية قالت أنه غزو، ما كانت حرب. كل العالم، كل رؤساء الدول قالوا وقروا في هذا الأمر. اليوم جايين تقول لي والله لا لا تحتفل ولا تتكلم، لا أنت لازم اليوم تراعي العلاقات اللي موجودة. ما لا أنا ما لي علاقة، ما لي علاقة بالعلاقات. أنا العلاقات بيني وبين وأهل وأخوان وأهلا وسهلا. إحنا عندنا مشكلة في الحقبة الزمنية في سنة 90. هذه الحقبة الزمنية كل من كان مؤيد لهذه الحقبة الزمنية وكان متواجد مع المقبور أهلا وسهلا، أنت من البلاك ليست عندنا إحنا في الكويت، وهذا من حقنا. وبيننا وبينك ثار الكويت البلد أرض، هذا ما في روح تعال نتكلم فيه إحنا ونتناقش فيه ونتكلم، ما في. ومن يومها استمرت هذه الأعياد وراحت هذه الأعياد وهذه الفرحة، ويت اليوم ويبقى اليوم. هناك غصة في قلوب كثير من أهل الكويت كثير، وأنا هذا الكلام اللي أتمنى من الكل وعلى رأسهم مكتب الشهيد. الكويت ما فيها شهيدين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، الكويت مو أربعة خمسة وستة تذكر أساميهم بس، أهما كلهم، كل من، الكل شخص قدم روحه اليوم في الكويت سواء كان كويتي أو غير كويتي لابد أن يذكر، ولابد أن تكون هذه الأسماء وتعلق بماء من الذهب. اليوم ما قاعد نشوف إنجاز، ولا قاعد نشوف اليوم جهود لمكتب الشهيد لحقوق هذين الناس اللي راحت وقدمت أرواحها. ما عندي أنا ما عندي خلاف مع منو ما كان، شنو ما كان اسمه شنو ما كانت جنسيته. اليوم المفروض لما نطلع في القنوات التلفزيونية ولا بتحطون أسامي شهداء تحطون كل الأسامي، لازم كل كويتي يحفظ أسماء الشهداء، لازم كل كويتي يدري ان في مدارس باسامي الشهداء، لازم في شوارع باسامي الشهداء، لازم في اماكن في 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 في
في الكويت تذكر كل واحد فينا ان ترى فلان. خلوا عيالهم اليوم لما يجي يقولك انا هذا اسم ابوي اللي مكتوب هنا. هذول اللي يستحقون اليوم التقدير من الدولة. وهذه رسالة لكل مسؤول اليوم. ما بقى مكان ما حطيتوا فيه أسماء. ما بقى مدرسة، ما بقى شارع، أسماء ناس احنا ما ندري منو اصلا. ما ندري. فاليوم حق الشهداء اليوم. كل شهيد اليوم كان موجود على أرض على أرض الكويت. لابد اليوم يكرم وينحط اسمه. ودور الجمعيات التعاونية اليوم اللي غياب تام أبداً ما تشوفهم. وين النصب التذكاري في كل منطقة؟ هذول الستة سبعة عيال الرميثية، هذيل عيال الجهرة، هذيل عيال فيح، هذيل عيال كيفان، هذيل ليش؟ مدخل كل 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 منطقة، ليش ما تحطونهم؟ شو يكلفكم جمعيات تعاونية؟ شنو تكلفته؟ حط صورهم كلهم وكل سنة سو عقد يتجدد، تتبدل الصور وتتنظف الأسماء ويتعدل وعليه كشافات وخل كل واحد يدش المنطقة مالته يشوف هذين الأسماء 20 واحد من هذه المنطقة. وأنت عندك 56 جمعية في الكويت وما في منطقة في الكويت ما فيها شهيد كويتي كان بدون مصري. منو ما كان موجود في الكويت واستشهد على أرض الكويت لا حق علينا اليوم. وللأسف غياب المجالس المتعاقبة بس بالكلام. كلمة اللهم ارحم شهدائنا الكل يكتبها. لا لا، وين الفعل اليوم؟ وين الناس هذه قدمت على برواحها؟ ليش ما مكتب الشهيد يجتمع مع وزارة الشؤون ويلزم وزارة الشؤون يقول لها لازم تسوون هالأمر، هذه الكشوفات وهذه الناس. اليوم لو تسأل أي كويتي يعطيك يمكن 15 اسم أو 20 اسم اللي يعرفهم من الشهداء والباقي. والناس مو لازم قصته تكون معروفة، كافي أهله، كافي دمه اللي ساح. ترى يا ناس راحت على أرض الكويت وماتت وما انذكرت في مكان. يا أمهات تنفجع، وأنا أعتذر من هالكلام وأنا كنت موجود في الغزو هني وأتذكر تحديدا. ما بي أكون متحيز لمنطقة على منطقة، أكثر من منطقة كانوا يبونهم ماسكينهم ثلاثة أشهر ويبونهم قدام الباب ويرمونهم قدام الباب قدام أمه وإخوانه. ما لهم ذكر اسم، ما انذكروا ولا نعرفوا ولا حد يدري منو هذيله. ويمكن لو انذكر اسم يقول منو هذيله، شو هذا معقولة ما ندري عنهم؟ ليش ما يدروا عنهم؟ اليوم لما تيجي تتكلم على شهداء والوطنية والأمور هناك مثال بسيط. هذا المثال بسيط ولا يسلط الضوء عليه إلا في 26 أو 2/8، ولكن باقي السنة منسي. وين دور وزارة التربية اليوم ما تسوي رحلات حق المدارس وتوريهم شوفوا وتعلموا هاي تاريخكم؟ هذول أهل الكويت، هذه الأسماء اللي موجودة، هذا الشيعي وهذا السني وهذا البدوي وهذا الحضري، هذا اللي خش فلان بالسندرة وهذا اللي قال لا تطلع، ما قال أحميك وما تحميني، لا اشتغلوا بروح واحدة. شوف التقرير هذا مال بيت القرينة. Thank you.
التعليقات طبعا كثيرة والكلام كثير، وأرجع أكرر مرة ثانية الله يرحم جميع الشهداء، وأنا أتمنى بأن اليوم هذه الذكرى ما تمر مرور عابر، لابد اليوم تدرس في المدارس، لازم اليوم، ما لي علاقة، أنا أرجع أقول ما لي علاقة في الأمور، أتكلم كتاريخ، حقهم اليوم هذيل الناس في المدارس ينذكرون، حقهم في كل مكان، حقهم في الجمعيات في المناطق في كل مكان، شهداء الأسرة الناس اللي عاشت ذكريات يا جماعة، عيالنا قسما بالله العظيم اللي عمرهم 18-19 سنة بالشارع لو تسأله سؤالين ما يعرف، لو تقول له متى الغزو ما يدري، شو صار بالغزو ما عنده خبر، ما يدرون ما يدرون، بس عندهم الموضوع مسيرة ويايركم الحين أوريكم الحين تشوفون. اليوم من حقنا اليوم نحتفل تحرير البلد، هذا من حقنا اليوم، وأنا اليوم لما أجي أشوف الاحتفالات أجي أتكلم على جزئين. مثال، اليوم عندنا طلبة كويتيين موجودين برا الكويت محرومين هذه الفرحة، بس أصروا أنهم أهم هذين الطلبة يحتفلون وهم برا الكويت، كل واحد يحتفل على طريقته، واحد كان بالمظلة، واحد غايص في البحر، واحد واقف في الشارع ويوزع أعلام، كل واحد يحتفل بطريقته، يوصل مسج، يوصل للعالم ان هذا اليوم لا ينسى، وهذا اليوم اللي ردت فيه شرعية حق الكويت. خلنا نشوف طلبة الكويت اليوم اللي هم برا الكويت شلون احتفلوا. عطني بس العطر واحد في دمنا وما نخونا، يمكن مذاهبنا مثل حل ورد لون، بس العطر واحد في دمنا وما نخونا، عطر الأرض طيبتها وهواها معشوقتنا يسكن ضميرا، انسى كل ضيم وعنا وشوف اذا حبيت قلت احب الكويت، انا قول احب الكويت، انسى كل ضيم وعنا وشوف اذا حبيت أحب الكويت. لو حكمتوا عقولكم تعرفون إن اللي يجمعنا كلنا شيء وايد مهم، اللي يجمعنا شيء كبير، اللي تجمعنا يا جماعة الخير ديرة، اللي يجمعنا وطن. يا مفترقنا بس على حب هلتقينا، لعيونها ما همنا لو بالهم شقينا شقينا، يا مفترق بس على حب هلتقينا التقينا، لعيونها ما الله يحفظ طلبتنا اللي برا، والله يوفقهم يرجعهم سالمين وغانمين. شفتوا بالتقرير كل واحد احتفل بطريقته، اللي قاعد بالشارع وقاعد يكتب كلمات ويعطيها حق الاجانب، اللي كان يوزع اعلام، اللي قاعد يعطي باجات، اللي صاعد الجبل يحط العلم، اللي طب من المظلي وعلم الكويت والناس تصوره، اللي غاصوا بالبحر، كل واحد عبر، كل واحد كان متواجد، ويا ما قال ان انا برا الكويت خلاص انسى الموضوع، لا 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 لا، واغلبيتهم ترى شباب صغار، اغلبيتهم شباب صغار، وهذا اللي المفروض احنا دائما نقوله.
ودائما اليوم نغرسها في عيالنا بأن هذيلا مناسبتين لازم تتعلمون عليها، لأن اليوم إذا هذيلا ما تعلموا باكر هذيلا ما يعلمون عيالهم، لأنهم أساسا مو عارفين الموضوع. هذا اللي لازم اليوم تغرسونه في عيالكم وتكبرون عيالكم عليه، تعرفونهم هذه الوطنية، هذه اللحمة اللي صارت في الكويت، هذه الروح الوطنية اللي بقت، واليوم الكل عايش على اللي صار. هذا الأمر المهم اليوم نتكلم. أنا أبي أرجعكم قبل لا أدش في الجديد، أبي أرجعكم شوية ورا وأبي أذكركم لزمن جميل، زمن بسيط، زمن كانت الكل فينا فرحان والكل كان يجهز. والله يعني أنا أتذكر الوالدة تسولف لي، عسى الله يطول بعمرها وأعمار أمهاتكم وأبهاتكم، والله تسولف تقول لما كنا ناخذكم يهال صغار، يهال صغار ناخذكم نسوي مطارة الشاي والقهوة وناخذ غداننا ونطلع نبي نروح نشوف الاحتفالات. كنت أقول لهم عن الزحمة يقول كان زحمة بس كنا نروح، لازم نروح، وأصلا يعيبون علينا إذا أحد سمع أن احنا مو رايحين ولا شايفين. برغم البساطة، برغم جمال البساطة في الاحتفالات كانت أجمل أيام وأحلى أيام. راح أقولك ليش الحين، شوف التقرير هذا. هذا اللي شفتوه، الاحتفالات كانت قبل، ترى ما كان في شيء اضافي، ما في شيء. وعلى فكره يمكن شفتوا الابراج، كان شارع الخليج، كانت الشركات كلها، كل الشركات اللي موجوده تشارك وياهم بالاحتفاليه هذه. حلو، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المدارس كلها مشاركه، الانديه الرياضيه كلها مشاركه، كل شركه وكل مؤسسه عندها عربه وتيجي تطرح اللي تبيه.
اللي مالت الرياضه كانوا يلعبون جمباز، كانوا يلعبون كره، كانوا يسوون، وتمشي السيارات والناس على اليمين وعلى اليسار وتشوف. ليه شويه خلصوا قراحه والعالم كله يسوى بالبحر، عيون عاد نقاذ البحري وخفر السواحل واللنجات، وتشوف العرض في البحر، يسوون عرض البحر والماي والامر هذا كله. كان جو جميل، كانت العالم تتثقف من هال من اللي قاعد يشوفونه، يتعلمون. اصلا الكل قاعد يشارك، الطلبه بالمدارس قاعد يشاركون ويرفعون لافتات، منطقه الحمدي، منطقه مش عارف ايش، منطقه كذا، نادي العربي الرياضي، نادي القادسيه الرياضي، شركه البترول، شركه مدري منو، الكل مستانس وانت قاعد ويا عيال والاهل يشوفون يتمتعون يطالعون. يا اخي الان اجي واحد يقول لي الزمن تطور، نفس الفكره طورها، طور، ركب شاشات بلازما، العب ليزر، سو كل شيء بالشارع. واليوم العالم قاعد يشوفك، قبل العالم ما يشوفونك، قبل ما في انستغرام، ما في سناب، ما في تويتر، اليوم العالم قاعد يورك من برا، العالم قاعد يورك من برا. المفروض اليوم تنقل صوره حلوه حق الكويت، حق الاحتفاليه. عندنا جماعه جايين من الامارات وجايين من البحرين، والاخوان جايين من السعوديه وقطر جايين. شنو الاحتفال اللي كان في العيد الوطني؟ شنو اللي احنا احتفلنا فيه في العيد الوطني احنا الحين؟ اليوم نقول، اتكلم عن البعض ما اتكلم عن الجميع، شنو الاحتفال احتفلنا فيه في العيد الوطني؟ تبي تشوف احتفال العيد الوطني؟ مال السنة هذه؟ عطني احمد الاحتفال. عطنا الاحتفال، خلي يشوفون الاحتفال في العيد الوطني. شنو المتعة؟ شنو الوطنية في الموضوع؟ ماني عارف. بس كل اللي صار حقيقة يعني شكر جهد جبار والله. وانا جاي للاستديو الى الان الدوريات واقفه وتسكر شوارع، جهد على مدار الساعه بالنسبه حق الاخوان في وزاره الداخليه. والله العظيم هذيل الرجال اللي على مدى ثلاثة ايام، انا البارحه راجع مع اليهال الساعه 2 من البر، قسما بالله شارع بنيدر هذا ما تقدر تمشي فيه ولا 30 دوريه واقفه وتنظم الشارع. اليوم ساعة 7:30 وانا جاي من جسر المسيلة مسكرين شوارع، قاعد يفضون الزحمة. شكر حق الاخوان في الداخلية، الاخوان في الاطفاء متوزعين في كل مكان، الاخوان في الاسعافات من رايحين كل مكان، الاخوان في البلدية منتشرين في كل الشوارع. كل مؤسسات الدولة قاعد تشتغل 24 ساعة، كلام طيب حلو، انا وياكم كل مؤسسات الدولة قاعد تشتغل عشان في احتفالية، حلو. شنو الاحتفالية اللي كانت موجودة؟ شنو كان فيه اليوم وأمس وأول أمس على شارع الخليج؟ شنو كان فيه؟ تفضل ورني، ورني خلنا أشوف أنا. تفضل، هذا اللي كان موجود، تفضل شوف شوف شوف، هذا بعينك أنت قاعد تشوف، تفضل هذا اللي كان. بس تمر سيارة ووقفينك 10 على يدك اليسار و50 على يدك اليمين، وكل واحد مسدس وتوانكي ماي وتفافيخ متفوقة واحذف. بس شوف شوف اللقطة هذه اللي يطيح فيها، شوف 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 اللقطة هاي مالت الباص اللي يطيح فيها الياهل. لو دعم الياهل، لو دعم الياهل كان اليوم صار من فرح ليه صار عزة. شوف الياهل هذا اليوم لو راشنا اليوم على واحد وفاتح جامته، شنو تتوقع يا جماعة؟ ليش 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 خلصنا من الفوم ومن العفس هذه، رجعنا على هذه الاحتفالات؟ شنو الاحتفال؟ انا ابي اعرف شنو المناسب في الموضوع، شنو الموضوع؟ انا اتمنى باشر، وهذه رساله حق محمد بوشهري، محمد بوشهري باشر ابيك تطلع تقرير، كونك وكيل وزاره الكهرباء والماي، طلع ايش كثر ايش كثر ايش كثر صرفوا ماي، ايش كثر صرفوا، يلا قول ايش كثر صرفوا، شنو الوناسه في الموضوع؟ يعني انت وناسه طالع من اول ما تطلع من دوار البدع الين شويخ وانت ميت خوف مع عيالك، رافع الجامات وقافل البيبان. ليش؟ اكو الفيديو احمد الثاني اللي ينزل مسكين بالسياره، ما يصير يا جماعه، اي واحد ما اشوف شفته، ليش 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 ما يصير؟ سنه من السنين لما يو وقفوا الفوم، الحين رجعنا مره ثانيه على الماي ومش عارف ايش، مو هذه الفرحه، مو هاي. يعني انا اليوم اسالك انا، اي واحد من هذيله، طبعا هذي مثال، وانت اخذ فيديوهات انتشرت في الواتساب وانتشرت في الله اكبر شيء لا تعد، امثله بامثله بدنيا حلوه، لا من انتشرت ومن الفيديوهات اللي انتشرت. زين اليوم ليش تجي تقول لي هذيله سوى مو هذيله؟ للاسف صار ثقافه مجتمع، صار ثقافه مجتمع عند اليوم صارت العالم من قبلها بيوم بيومين، شو الموضوع؟ وهذا دور الدوله،
هذا مو بس دور البيت، هذا دور الدولة. اليوم لو في احتفالات مثل ما كانت قبل هذول ما يسوون كذي. اليوم لو في شلون قدرتوا يعني قبل انا اتذكر كرتون مال الفوم سعره دينارين وتشتري بكل مكان موجود، شلون طلعتوا قرار ووقفتوه؟ قدرتوا تمنعونه؟ ما تقدرون تمنعون هذينا؟ انا اسالكم سؤال، وهذه رساله حق الاخ وزير التجاره، هذه المسدسات اللي دشت في فتره العهد الوطنيه قبلها بقول بشهر، ايش كثر هذا الشو؟ ايش كثر؟ تعال هالتفافيخ، تعال يا جماعه نعمه رب العالمين هو ماي قاعد تلعبون فيه لعب على شنو؟ لا تقول لي يعني انا وايد ناس يقول لي لا يا صالح فرحه حبيبي روح استانس. انا افهم هذا الموضوع تروح تسوي مخيم بينك وبين عيال عمك وعيال خالتك ونعم فيكم قعدوا يا بعض، انما ناس مره بالشارع ما له علاقه في الموضوع 14 واحد يطلع لك من كل مكان وطاح طاح طاح طق ورش مال، ليش شنو يعني؟ ابي افهم شنو المتعه في الموضوع؟ الجام مسكر والريال ويا زوجته وعياله قاعدين، يعني هذا لو متناجر ويا زوجته وانت تيجي تطق هذا ممكن ينزل تصير مصيبه، ليش؟ ولا مثلا واحد قاعد يدخن بسيارته فتح الجامه شويه، ما يصير. انا بقرا لك مسج قبل لا تطلع من هذا، انا اليوم على السناب طرشوا لي واحد من الاخوان او واحده من الخوات طرشت لي مسج، والله العظيم ومتسعد انزل لكم اياه، اللي يبي يشوف انزل له اياه ما عندي مشكله. شوف هذا مسج من واحده من الاخوات جاي لي، شو يقول؟ يقول والله يا ابو حيدر احنا جروب سياحي جاي من البحرين راكبين الباص، يقول والله يا صالح ويانا حريم كبار حلوه، لا قسما بالله ما خلوا بس جامه شويه كانت مفتوحه قاعد نشم هواء، قسما بالله لا استانسنا بالجو غير هالماي وغير هالتفافيخ. ما يصير يا جماعه، والله العظيم هاي مو احتفاليه. اليوم اخذ اللي سكر الشارع من راسي امسكهم هذيل الشباب الصغار اللي انت تقول عليهم مستانسين، حلو؟ هذيلا امسكهم قول له شنو 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 الغزو؟ ولا شيء يعرف. ايش سويت اخوي باكر بيروحون المدرسه شو يسولفون؟ ولا شيء. لا اسامي شو هذا يعرف؟ لا يعرف شنو عيد وطني، لا يعرف شنو احتفاليه، عنده الاحتفاليه بس، خذينا مسدس ورشينا واحد عيون انعمت، غير طبعا اللي يسووا لك اللي يحط لي صابون واللي يحط لي مش عارف ايش واللي يحط لي. اخذ هالموضوع هذا. تبي الجانب الأسوأ بعد الألعن من كذي؟ بلدك صح؟ انت مو تقول هذه بلدي؟ مو تقول انا قاعد احتفل عشان بلدي؟ احافظ على بلدي؟ انا مستانس لان بلدي رجعت لي؟ حلو؟ انا اوريك بعد الفاصل، ابي اوريك المنظر بعد المسيرة عشان تشوف البلد شلون صارت. عطنا الفاصل. رجعنا لكم، ابي اوريك انا وياي اتصال، بس ابي اخذ اول شيء الفيديو، عرض لي الفيديو، شوفوا المنظر، شوفوا المنظر اللي صار بعد المسيرات، ابيكم تشوفون المنظر، تفضل شوف المنظر، انا ابيك تشوف المنظر هذه اللي يقول احنا الكويت ونحافظ على الكويت، وانتم ليش طالعين تستانسون اخوي؟ يعني طالعين استانس عشان الكويت، تفضل هذا المنظر، شوف البلد، شوف 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 الوصاخه وشوف شوف المناطق، شوف شوف هذا البحر، شوف 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 الشارع، شوف الشارع، شوف الشارع كله، شوف الشارع، أرجوكم بس تشوف، شوف كمية المخلفات، شوف الكمية اللي موجودة الآن، بالله يعني هذا 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 الكلام، تفضل تفضل، شوف شوف شيء يخرع، شوف شوف يعني اليوم أنت تحافظ على البلد بالطريقة، وأنا أقول لك ترى هذا طول الشارع، طول الخط وأنت ماشي طول الشارع، تفضل تفضل، شوف 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 الوصاخة وشوف الدنيا، شوف هذه اليوم وأنتوا تتكلمون منعوا الشوي، منع الشوي أنتوا شو سويتوا بالزرع؟ بقى حشيش، بقى بحر، بقى أرضية، بقى وصاخة ما انقطت، بقى الدنيا ما صارت، هذا احتفال؟ أي احتفال هذا؟ أي احتفال؟ ويلا قول لي أي احتفال؟ يلا هذا الاحتفال اللي قاعد تكلموا عليهم، لولا الإخوان في البلدية قواهم الله مشكورين وجهود جبارة، يعطيهم ألف عافية، واتصالات احنا وياهم والله على مدى ثلاثة أيام،
قسما بالله على مدى 3 أيام. وهذا الأخ معانا نائب المدير العام لمنطقة المبارك الكبير والعاصمة، الأخ فيصل جمعة، مساك الله بالخير. ألو ألو، حياك الله. الأخ فيصل جمعة من بلدية الكويت، يعطيك ألف عافية، مشكورين وقواكم الله ورايتكم بيضة. حياك الله، أهلا وسهلا. ورايتكم بيضة حقيقة، والإخوان في العلاقات العامة جهد جبار قاعد تبذلون على مدار الساعة، قواكم الله. كلمني عن اللي لما نزلتوا الشارع، شنو كان الوضع؟ طبعا هو أول شيء كان في تنسيق، يعني قبل الاحتفال، يعني احنا مسوين خطة قبل الاحتفال، وعندنا خطة حين موجودة أثناء الاحتفال، وأيضا بعد انتهاء الاحتفال من يعني بادين، وإن شاء الله مستمرين بحملة التنظيف وغيرها. وزعنا الفرق في 6 المحافظات المختلفة، عندنا فرق الطوارئ المختلفة في كل محافظة، وفرق إزالة المخالفات وإدارة النظافة أيضا في المحافظات 6، على أساس أن في أي مكان في الاحتفالات نغطي بكل يعني جوانب اللي الخدمات اللي البلدية تقوم تقدمها. صحيح. احنا يعني طبعا انا ما ابي اركز على كثير من الظواهر السلبيه، احنا اليوم بمناسبه فرحه، يعني فرحه دائمه، وان شاء الله تعود على الكويت في كل سنه، والكويت في نمو وازدهار ان شاء الله، في يعني هذه فرحه، ما نبي احنا نركز على الظواهر السلبيه كثير. لكن انا اقول لك يعني للاسف يعني بس اعطيك كمثال، من الجزيره الخضراء الى شاطئ الشويخ اكثر من 17 طن قمامة طلعناها اليومين. 17 من وين؟ من بس من الجزيرة الخضراء؟ ما بين من بداية الجزيرة الخضراء إلى شاطئ السلام، هذا إحصائية يومين، 17 من القمامة موزعة ما بين 2400 كيس، زين، وحوالي 80 حاوية مختلفة الأحجام. يعني هذه إحصائية الأولية اللي عندنا الحين. طبعا احنا قمنا ايضا في مراقبه الباعة المتجولين اللي قاعد يبيعون اشياء غير مرخصه، نتكلم على سحب الرشاشات المياه وغيره. نعم. وايضا في اعلانات مصفقات قاعد تتم على، يعني توزع اعلانات ايضا كانت على اعمده الاناره وعلى اللوحات المروريه وعلى الممتلكات العامه. الله يعطيكم. كثير من الاعلانات المصفقات هذه ايضا واجهناها بالفتره هذه، زادت عندنا ايضا للاسف ان بعض الباعة المتجولين قاعد يبيعون مواد غذائيه غير صالحة، يعني منتهية وقاعد تباع، واحد يبسط ويبيع. أيضا هذه تابعناها وعندنا يعني إحصائية كبيرة فيها أن تم مصادرتها وإتلافها على طول فورا. إحنا شاهدنا أخوي فيصل وجه جبار، وإحنا بس داقي يعني نبي نشكركم، يعني أنت من 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 الإخوان، كل المسؤولين والإخوان في إدارة العلاقات العامة، هذا واجب، وجه هذا يعني دور تقدم البلدية واجب على كل موظف. جه جبار أخوي فيصل، نائب المدير لمحافظة العاصمة ومبارك كبير بالبلدية، مشكور وقواك الله، وتحياتنا لكل العاملين عندكم، حتى الإخوان الغير كويتيين واللي ينظفون في السيارات، يعطيكم العافية. كان عندهم مبادرة وزعوها على كل الشوارع في البداية، حطوا هاشتاج سموه الاحتفال سلوك، وكتبوا أن التعدي على الآخرين لا، التراشق بالمياه لا، رمي المخالفات لا، احترام العلم صح. هذا كان شعار البلدية، وكهما دازين لياه وحط لياه. هذا اللي احنا قاعد نتكلم فيه اليوم. لما تيجي تتكلم، ما انا ما قاعد، مو انا اللي قاعد اتكلم، مدير عام البلدية قاعد يقول لك من الجزيرة الخضراء، من الجزيرة الخضراء الى شاطئ شويخ، وين الرقم انا كتبته هني؟ 17 طن. تخيل انت 17 طن مخلفات مقسمة ما بين 2400 كيس وما بين 800 حاوية. شنو الاحتفال هذا؟ شنو الاحتفال هذا؟ وين ثقافة نعلم عيالنا لا تقطون ولا توسخون ولا تسوون؟ وين اليوم القانون اللي قاعد تتكلمون عليه، اللي قط سيجارة بالشارع 500 دينار واللي قط كلينكس؟ وين الثقافة هذه اللي بنوديها؟ أنا مع الاحتفال ومع الوناسة، ودوا عيالكم، وأنا قلت لكم في حلقة يوم الثلاثاء أخذوا عيالكم خلي يستانسون، بس مو تاخذونهم كذي، مو تاخذونهم كذي. انا دزولي صور الافنيوز حاطين سيارات بالنص والعالم كذا مستانسه، بالمخيم انا كنت 3 أيام بالمخيم، يو سيارات الميني ويو الاخوان من الامارات ويابوا اعلام ولعبوا والعاب ناريه، جميل. مو اليوم احنا اليوم الفرحه مالتنا، الفرحه مالتنا مو بالمسدسات ولا في الماي ولا هذه الثقافه، لازم تبدا تتغير. ما يصير اليوم شوارع الكويت كلها تتسكر عشان مسيره، مو الشغله انك تنزل بالشارع ترقص، هذه مو فرحه.
احنا كلنا فرحانين وكلنا مستانسين، وعسى الله يتمم على الكويت، والله لا يغير على الكويت، والله يرحم الشهداء، والله يحمينا من كل شيء، ومستانسين وفرحانين، وابيكم تفرحون اكثر واكثر. بس اليوم دور الدولة ودور القطاعات المدنية ودور الشركات انكم تسوون احتفاليات على مستوى، شغلوا دار الاوبرا وشغلوا الشوارع هذه، وتعالوا الشركات اللي في الكويت اللي قاعد تاخذ مليارات، خلي اليوم تدفع، خلي تزين الشوارع، خلي تسوي احتفاليات، خلي تسوي كل شيء. هذا الجميل. واكرر واختم الكلمة، اللهم ارحم شهداء الكويت، والله لا يغير علينا في الكويت، وهذه الوحدة الوطنية اللي لازم الكل اليوم يرتبط فيها، ولازم الكل اليوم يتمسك في الوحدة الوطنية. ترى تعلمنا من الغزو الوحدة الوطنية، وتعلمنا البساطة، وتعلمنا أن ما في فلان وفلنتان، المدير والوزير وكلهم كانوا سواسية، هذا اللي تعلمنا. تعلمنا من الغزو أشياء والله العظيم شيء ما تعلمنا، تعلمنا الصبر، تعلمنا أن الدنيا مو أكل ومطاعم مثل ما قاعد تشوفونها، تعلمنا أن اليوم بخبزة كنا نتعشى كلنا في السرداب نقعد ويا بعض، تعلمنا ان الوزير والصغير كلنا مع بعض ننظف البلد ونشيل الزبالة، تعلمنا ان ندش المخبز واحنا نخبز، 7 أشهر اشتغلنا في كل شيء ولا احتجنا احد، لان كنا متعاونين وكنا على قلب واحد، وما كان فينا واحد يقول لا انت يا الشيعي، ولا يقول لا انت يا السني، ولا يقول لا انت يا البدوي، ولا يقول لا انت اللي يحضري. هذا اللي كنا نتكلم فيه، لان كان عندنا يقين بان البلد راح ترجع، وكان عندنا يقين بأن الظلم ما راح يستمر، وكان عندنا يقين بأن الشرعية راح ترجع، ولا كنا نقبل من غير الصباح أنه يرجع الكويت. هذا الدافع خلانا اليوم احنا كويتيين، ولكن التضحية اللي سويناها في التسعينات عشان نشوف البلد في ازدهار، مش عشان نشوف البلد في هالطريقة هذه، ولا نشوف البلد في الوساخة اللي قاعد تصير فيها، ولا نشوف الاحتفالات في الطريقة هذه اللي قاعد تصير. هذه اللي اتمنى انا توصل، وهذه الرساله. واذا الحكومه اليوم قاعده تتكلم على الشباب وجيل الشباب، هذا جيل الشباب اللي قاعد يطلعونه، هذا جيل الشباب، لان اليوم كان دور وزاره التربيه تثقف، كان دور اليوم البيت يثقف، كان دور الحكومه اليوم تسوي اوبريتات وكانت تشرك الكل فيه، كل الاجهزه تشتغل اليوم. اليوم اللي سقت لكم الاسعاف والمطافي والداخليه والكل قواكم والله مشكورين، رايتكم بيضة. بس انا اقول لكم ياها، نتمنى بالقادم القريب نشوف احتفالات، نشوف العالم تجي مدرجات. يا اخي ابني مدرجات على البحر، وين المشكله؟ سوي لك مدرجات، سكر الشارع هذا 4 أيام قبل الاحتفالات، وسوي كرنفالات، خلي العالم كلها تشوف، وخلي الكويت كلها تشارك، وخلي العالم، خلي اليوم هذول اللي قاعد تجيبهم يصورون، شوف شلون الكويت العالم كلها تشوفك. هذا اللي قاعد اقول لك ياه. وصلت الختام للاسف، في امان الله.